مرحبا جميعكم، معكم أمجد كينج. اليوم راح نلعب لعبة فري فاير. طبعا أنا كتير 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 مبسوط إني عم بلعب ألعاب كتير مستمرة، وعم بقدر نزل وعم يجيني لايكات وعم يجيني كتير أشياء. فشكرا لإلكن، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واليوم عندي انترو جديد بدي أرجيكم إياه، كتير حلو، خلوكم معه. يلا شوفوه. ان شاء الله يكون عجبكم كتير الانترو، ويلا رح ارجيكم شوي اكاونتي بفري فاير لانه انا كنت شرج. مثل ما عم تشوفوا انا كنت هلا عم بلعب يعني، وعم ارجيكم حرجيكم اكاونتي كله. اوكي عندي هيدولي. اوكي هيدا هو اكاونتي مثل ما عم تشوفوا يا شباب، كتير حلو، انا كتير بيعجبني، كتير تعب عليه وبحبه يعني، كتير بلعب فيه. عندي البروفيسور، ما في احلى من البروفيسور. اوكي طبعا حفوت اول شيء 4-4 عشان ارجيكم اللعبة شوي وتشوفوا انا كيف بلعب طريقة لعبي. فيلا بسم الله. اوكي فتنا بكلاس سكواد. طبعا يا شباب انا كنت شرج هيدي دايما بقولها، لانه انا عن جد كنت كتير حب فري فاير وكتير العب يعني، صارت كان من احلى الالعاب بعد هلا يعني، وبلعبها انا ورفقاتي وهيك يعني، فكتير حلوة. وكمان ان شاء الله بعدين رح نزل ببجي، بعد يمكن شي ان شاء الله ما يخلص شهر رمضان. ونسيت عيد عليكم، رمضان كريم على الكل. و وبس يلا راح نبلش نلعب. طبعا ما عم لاقي ولا حدا. ليش هي الو الو اوف، عرفين عم بتقوص. شوفي يا حبيبي. اوكي هي الله. اوكي ورانا تقرب. طبعا على الهيد شوت انا عندي بدمج ال هنا تشوفوا 500 وشي طبعا على الراس، بس هلا ما بعرف. فينا خليني اساعده. هاي ما تروح. اوكي طبعا بعد في واحد ضدنا، يمكن متخبي اكيد. خلينا انا رح اطلع اشوف من هون. طبعا الصراحة يا جماعة انا هيدا بعدني مش حافظة يعني، كتير بتضيعني وانا انا هي هون. بدأت صار لازم خلص يطلع، رح تسكر الزون. وقت فليك عم بعلق شوي. اوكي دمجنا كتير يعني. اوه لقيته. اوكي دمجته. اوكي طبعا انتو شفتوا انا كيف بلعب، وبعد رح تشوفوا بعد ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتحبوا الانترو. وشكرا اللي عم يدعمني ويلي عم بحط لي لايكات وهيك. يلا بسرعة بسرعة. اوكي مشينا. طبعا الصراحة تعديلات الماب يلي حطوها انا كتير عجبتني، وكتير حسيت صارت احلى لعبة. اوكي هي اوبس. وهلا طبعا خسرنا ورجعنا على راوند جديد، وبعد رح العب كلاسيك وبس. طبعا انا ما عم بقدر اني يعني
احط كتير وقت للفيديو، لانه اول شيء بالمونتاج اذا بدي انزله مثلا بده ياخد وقت مني كتير، يعني مونتاج، وغير انه بدي انزله كمان بياخد وقت كتير. فعم بعمله اكتر شيء 7-8 دقايق او 9، لان اول فيديو نزل ربع ساعة، عادت ساعتين يمكن قدرت خلصه كله. فازوا كلهم على البيت، بس في واحد يمكن برا ولا لا، نتأكد. يمكن ما في، ممكن هي نوك مات. نوك، الله، وين التاني؟ يلا يلا، التالت، التالت مات. وصل معنا حتى التلجي. هياخد هيدا، هياخد هيدا وان شاء الله. طبعا يعني اذا شاف اللون الاخضر انا عم بحط الابرة، ان شاء الله ما يشوفه، يعني ما يفنشني دغري. القنابل الان بدي فضيها، بس بطريقة انه يكونوا قريبين، يعني مش كتير بعاد عشان توصلن. فشلت الخطة، ما كانوا قريبين. نفوت من هون نشوف هناك. نوك، يا يعني فرنش بيكون احسن. تمام، اوكي 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 طلع 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 طلع، فوت فوت. ما بده نوك، حلو، كتير منيح. اوكي طبعا ما عم بطلع كتير الام في بي، لانه بالعادة انا بطلع وين، بس ما بعرف ليه هلا هيك. وراح باخر فيديو راح احط لكم كم صوره انا وطالع الام في بي فيها، او يمكن صورتين ثلاثه، ما بعمل كتير سكرين شوت. يلا يمكن ما اقدر فوت كلاسيك، بس راح احاول اني فوت يعني دائما، او راح عشان نصغر الفيديو راح احط بعض اللقطات. يعني انا مش جيب هيدا عشان ما يطول كتير الفيديو وتزهق يعني. هاي وينهم؟ اوكي هلا شفتهم، هلا طلعوا، راح من الجهة التانية. نوك، Here we go again. كيف كانوا قاعدين؟ يلا حلو، حلو الجيم، حلو. اوه انا الام في بي، حلو حلو كتير. 9 كيل. اوه اعطوني امر، يعني فانا بحطيكم صور 3 الام في بي، بس رح احط صور يعني كم صورة هيك. خلينا نفوت كلاسيك. وقفتنا. طبعا انا كتير عجبني الايفنت تبع محمد رمضان، لانه زادوا اشياء كتير حلوة وكتير عجبني، وسهل جيبه يعني، بس انا حال ما جبته. اوكي، حتى هيدا ساحة الانتظار كمان كتير عجبتني. البينج على قد كثير عالي، يا رب ما يضلوا هيك يعني. اوكي نزل نزل، الحمد لله.
شيل البنش الفاضي. انا قطعت عندكم طبعا بالكول اوف ديوتي اللي نزلت برول ستارز، بس كان عندي انه نسيت، طبعا جد نسيت، لانه يعني كان عندي شوية دروس وهيك، بس هلا ان شاء الله يعني عم برجع بمثلا يومين ثلاثة لعندنا ان شاء الله انزل. وجبت هيدي الباج كمان الحقيبة كتير حلوة. ايوه صح، نسيت ارجيكم الباتس. يلا هلا لما اخلص هيدا بينك. اوكي عفوا على هيدا، بس كان في مشكلة بالانترنت صغيرة وهلا لزبطت طبعا. وهيدا كمان السلاح انا جبته من لما كان في الايفنت يمكن تبع بلا تشاو، صح، وجبته ولعبت يعني كتير عجبني، بس كان في تعب شوي اللي جبته لانه بتيت كان في تشالنج صغير. يلا انا رايح، عم بدي افتح هيدا واطلع لهنيك قبل. واعطوني رايكم بالاكونت تبعي. اوكي ما في شي كتير. اوف اوف وان يا الله، هلا اجت هيدي. اوكي، بين يمكن الاحمر. اوه ما شفته. اوكي شباب، بس كان في شغلة صغيرة بس نقلب. اوكي يلا اوكي، طلع 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 طلع. وينو؟ واخيرا بس صوت الصوت شوي لانه كتير عالي. اوكي رح اخذ هيدا، بس لهيلي شوي. اوكي طب يمكن الصوت يلي كبيته يمكن تفكروه انه تفكروني اني انا يعني غبي لاني كبيت هيدا، بس انا بستحكم يعني كل واحد بيستحكم بشي صح اكيد، فعشان هيك بس انا بستحكم بهيدا اكتر من هيداك. وينه؟ طيب هيداك سامع صوت انا يمكن فوق بعتقد. ايوه نعم فوق. اوكي متت، حاطط لي فخ. اوكي لهيك بنكون وصلنا لختام الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وراح احط لكم الصور هلا. فيلا